ده بقى الغدة الدرقية ممكن ننصحهم بإيه؟ هو مرضى الغدة الدرقية عندهم مشكلة ان دواء الغدة بتاعهم لازم يتاخد قبل الاكل بساعة، فطبعا هيبقى صعب جدا، يعني مثلا الاذان هيدن وهقعد ساعة عم افطر، هتبقى صعبة جدا، وخاصة ان اي مشكلة في جرعة الغدة ممكن تسبب لهم مشاكل كتير. فانسب وقت لمريض الغدة الدرقية لاخذ جرعة الدواء بتاعه اللي هو الالتروكسين مثلا او اليسروكس ايا كان قبل السحور بساعة، يعني مش شرط تاخده قبل الفطار، خده قبل السحور. يعني انت هتتسحر الساعة 2 مثلا، خده الساعة 1 مفيش مشكلة. نفس التأثير ونفس، مش شرط يعني الصبح، يعني مش شرط اول ما تبدأ تاكل، لا عادي خده قبل السحور بساعة، ده انسب وقت لمرضى الغدة ياخدوا فيه دواء الغدة بتاعهم بنفس الكفاءة ونفس الفعالية، مفيش اي مشكلة خالص. اعتبر السحور ده هو الفطار اليوم العادي بتاعك اللي هو قبل رمضان، فخلاص يبقى قبل السحور بساعة ناخد دواء الغدة بتاعهم. طيب دكتور، برضه يعني في بعض الـ 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 المرضى وبعض الاشخاص ممكن اللي عندهم وبيعانوا من الصرع، الحالات دي حالات خاصة شوية، واللي هم برضه عندهم كهرباء زيادة، واللي هم عندهم يعني حالات متفرقة، هنا يتعاملوا ازاي مع الصيام هو والأكل؟ طبعا برضو صيامهم زي مرضى السكر ومرضى الامراض المزمنه، الطبيب اللي بيحدد هل هو مسموح بدواء ولا لا، بس او مسموح بصيام ولا لا. بس عاده في مرضى صرع بياخدوا ادويه اكس ار اللي هي ممتده المفعول، دي عاده بتبقى مره في اليوم كل 24 ساعه، ده ما عندوش مشكله، يعني ده ما عندوش اي مشكله، وفي نفس الوقت ما بيجي يعني ما بيجيلوش نوبات كتير، فالطبيب بيسمح له عادي مفيش مشكله. انما لو حد بياخد، او في مثلا لو بياخد جرعه مرتين في اليوم ده عادي برضه، انما لو بياخد بقى 3 مرات يوميا، ما تقوليش ان مريض صرع نوقف له علاجه، ما ينفعش، ممنوع. الادويه المؤثره على الحاله النفسيه ما تتلاعبوش بالجرعات بتاعتها، 3 مرات هو 3 مرات وبالساعه وبالدقيقه، فما ينفعش، ما ده ما ينفعش، ده ما ينفعش ان هو يصوم. وبرده لازم ننبه اي حد بيعاني من نوبات صرع، لو هو صايم وجات له النوبه لازم يفطر، ما يعني ما يكملش، خلاص يفطر ما فيش مشكله، وربنا يعافي عنهم يا رب ويشفيهم.